طيب أسأل أبو محمد من مصر معايا. أبو محمد، دار الإفتاء ماذا تريد بمخالفة أو بطرح أفكار شاذة عن الإسلام والمسلمين؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت عايز تطبل اردوغان دي حلقه، احنا ما نطبلش لحد. لا احنا ما نطبلش لحد. اسمع انت، اسمع انت اصلا النبي ده عندك هناك، احنا ما نطبلش لحد. احنا بنعرض حقيقه. طيب. عايز تتكلم باحترام. طيب وحقيقه اتفضل. عايز تقول لي تطبل ما تطبلش، روح كلم احمد موسى. لا هنتكلم باحترام. بص محمد الغاصب ده قارنه بالرسول، دي نسيبه سودا. محمد ايه؟ قارنه بعمر بن العاص، دي نسيبه اكتر. مين اللي قارن يا عم انت؟ انا بقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم التواعي. لا استنى، ما انت بتقول ايه؟ اصل لو ده اغتصب يبقى الرسول اغتصب، لو ده اغتصب يبقى ايه سيدنا؟ انت كنت بتتفرج علينا؟ اغتصب. انت كنت بتتفرج علينا؟ اه بتتفرج عليه. لا انت كده يا اما بتتفرج علينا ومش فاهم احنا قلنا ايه. احنا قلنا اسمع بس يا ريس، يا ريس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال على الجيش ده والفتح ده نعم الجيش جيشها ونعم الامير ذلك الامير. انت جاي دلوقتي بتقول ده احتلال، معقول؟ فاهم انت ازاي ده احتلال يعني؟ قال على ثانيه واحده، ثانيه على جيش محمد الفاتح المغتصب اللي احتل الدول وبهدل مصر. صح كده، انت بقى في الحته دي. لا يا سيدي، محمد الفاتح لا احتل ولا اغتصب ولا الكلام الفاضي بتاعك ده، لانك بالقياس ده يبقى اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم او اللي عمله عمرو بن العاص او عمر بن الخطاب او كل عظماء الاسلام يبقى اغتصاب. ده اللي انت بتقوله، ده التفكير اللي انت بتفكره، ولكن دي حاجه اسمها فتح، زي فتح مكه، زي فتح مصر، زي فتح القسطنطينيه. وصل لك ابو محمد ولا انت لسه واقف عند احمد موسى؟ الرسول ما قتلش بأهل مكه، ما اغتصبش النساء. ومحمد الفاتح ما عملش كده. انت مش مصري ولا ايه يا احمد؟ احمد ايوه انا مصري، بس مصري؟ ايوه انا مصري ودارس تاريخ، ودارس تاريخ وعندي ماجستير في التاريخ. تعالى كلمني محمد الفاتح عمل ايه. بكلامك ده انت، لا بكلامك ده انت عارف اي حاجه في التاريخ. محمد الفاتح اللي بهدل مصر، اللي دمر مصر. ايه 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 مين اللي اغتصب النساء وعمل الخوازيق للمصريين؟ فين ده؟ انت بتتكلم عن مين؟ انت مين؟ عن مين؟ محمد الفاتح المغتصب المحتل. محمد الفاتح ملوش علاقه بمصر. محمد بن العاص لما يا عم انت استنى بس يا ابو محمد، انت احنا عندنا مشكله دلوقتي. محمد الفاتح ملوش علاقه بمصر. بدات علاقه الدوله العثمانيه مع مصر في عهد السلطان سليم الاول ابن سليمان القانوني. محمد الفاتح ما كانش في المشهد خالص. ارهابيه مش الدوله العثمانيه. ايه؟ الدولة الإرهابية مش العثمانية. لا إله إلا الله يا عم، سيبك بس من ده. مش ماشي يا عم، اسمعني أنت بقى. ما أنا بتقول ما أنا بسمعك بس أنت بتقول كلام غلط. عمرو بن العاص لما دخل مصر حمل مسيحيين من الرومان. فاهمني؟ من المسيحيين الرومان حمل منهم، ما قتلهمش وخد كنايسهم. ما قتلهمش. دخل مصر ما قتلهمش وما خدش كنايسهم. طب ومحمد الفاتح ما قتلهمش بدليل أتعلم. انت لو جيت اسطنبول دلوقتي هقول لك، بس قتل المصريين مين يا عم انت؟ ما جاش مصر عشان يقتل المصريين. لا والله. والله. ده انت فين يا احمد؟ بص انا مش عايز اقلبها حلقه كوميديه بصراحه، مش ناوي يعني. بس انا بقول لك ان محمد الفاتح ملوش علاقه بمصر. لا اله الا الله. اهو ده اللي بيعمله احمد موسى في مصر. الله ربنا ينتقم منكم يا جماعه اللي بتعملوه في الناس. والله العظيم حرام عليكم. الراجل قال لك محمد الفاتح ما راحش مصر، ما يعرفهاش حضرتك. طيب ابو محمد من مصر، شكرا يا ابو محمد. وانا اسف يا جماعه، دي كانت فقره كوميديه غصب عني والله.